بتاع السكة الحديد احنا بنقول رقم يتحفظ، رقم يتحفظ 10,000 كيلو، هم 9.5 مش كده كامل، خليهم 10 يتحفظ. طب هو كان القطاع ده عامل ازاي؟ زي بقية القطاعات اللي كان احنا بنقول عليها عندنا مشكلة فيها. طب احنا سبناه؟ لا، احنا بنعمل رفع كفاءة للسكة، ميكنة او كهرباء للسكة زي ما بيقولوا، رفع كفاءة المحطات اللي هي المنشآت المدنية يعني، لو انشئتوا ان انتوا تسموها كده، ثم المعدات بقى. المعدات دي عبارة عن الجرارات وعربات القطر. وكان كلامي مع كامل الوزير في 6 السنة دي ان لن يكون هناك قطار قضيب، ولكن طبعا ظروف يعني كورونا وكده، فالكلام ده هيتأجل، وأرجو ان انتوا تقبلوا مني ده لنهاية السنة دي يعني اخر 21 مش كده كامل ولا ايه؟ ها؟ مش هتلاقوا عربية، وبقوا حاسبونا على كده، عربية واحدة على السكة او جرار. قول يا كامل. ان شاء الله يا فندم باذن الله ديسمبر 21 مش هيكون عندنا عربيه قديمه على خطوط السكه الحديديه اللي هم ال 10,000 كيلو، بالاضافه اللي احنا بنعمل له الزواج ونطوره كمان. بس ده اللي انا عايز اقوله. اتفضل يا كامل. ده رقم كبير اتحط عشان نعمل ده، عشان نجيب 100 جرار جداد، ونجيب 1500 عربيه جداد، ونعمل 5 اطارات جداد من اسبانيا، وكلام كتير عشان نوصل ان احنا في الاخر ونجدد العربيات القديمه. الاساس ان احنا عندنا هدف ان قطاع السكه الحديد كقطاع نقل يساهم في حركه ونقل الانسان والبضائع يكون بشكل كامل في نهايه السنه دي ان شاء الله. نهايه السنه دي مفيش جرار قديم كلها تم رفع كفاءتها، ممكن فيها يمكن تطول شويه معانا اللي احنا بنشتغل عليه، بما فيه طبعا زي ما قلت كده المحطات نفسها اللي احنا بنركب منها وبنتحرك من خلالها. طيب يا جماعه، انا كنت بس ما حبيتش ان انا اقطع دوله الرئيس وهو بيتكلم، هو جاب خريطه فيها البحر الاحمر وفيها البحر، وجاب مواني هنا وجاب مواني هنا. طيب هو احنا فاكرين ان الواقع بتاعنا اللي كان موجود بال 10,000 كيلو هو الافضل؟ طب احنا قعدنا قد ايه بالشبكه ديت اللي اتعملت في ظروف وحجم من السكان وحجم من التجاره وحجم من الانتاج من 80 سنه كامل؟ مش كده؟ اي فن يعني يقول 80 سنه عشان نستحفظ برضه. يعني من 80 سنه احنا ما عملناش، ما اضفناش حاجه. فنيجي نبدا بقى نعمل، احنا بنوصل زي ما اتفقنا ان احنا نحل المشكله، يبقى وصلنا الخط، ثم من الخط ده نندفع الى بقى التطوير. التطوير ده مش مبني على ان انا هوى حد يعني، مش بالمزاج، لا، ده التطوير ده علم ودراسة وأهداف ومبررات حقيقية للموضوع. فكنت أنا بس حاول إيه يا جماعة السخنة، إن تختزلوا الموضوع أو نختزل الموضوع كلنا على إن هو إن إحنا عاصمة. لا لا لا، ده إحنا بنتكلم نقل من ميناء السخنة لميناء مواني اسكندرية وميناء جرجوب عند قبل براني او قبل السلوم ب 200 وشويه. محمد، غرب مطروح ب 40 كيلو فندم. أه؟ غرب مطروح ب 40 كيلو مش كده؟ ايوه. يعني بيني وبين خط الحدود مع اخواننا في ليبيا اللي هو ميناء جرجوب اللي بنتكلم عليه، احنا هنسميه اسم تاني برضه عشان ما يبقاش، هنسميه اسم تاني. المهم لغايه الميناء ده احنا بنتكلم على قد ايه؟ من سخنه للعالمين، يعني من سخنه للعاصمة الإدارية الجديدة لستة أكتوبر، ثم المدن الأخرى، ثم اسكندرية، ثم العالمين، ثم مطروح وجرجوب. مطروح. طب احنا ما كنا بنتكلم قبل كده بنقول ان احنا كم يعني مصريين عايشين على 4 5. طب وانتوا فاكرين
عايزين نوصل لسبعة وثمانية وتسعة واكتر من كده في الوقت. هو بنقوله بالبق ولا كلام هيتنفذ على الارض؟ لا ده كلام هيتنفذ على الارض، ولما هيتنفذ على الارض هتشوفوه. لما تقوله قد نقدر نشرحه لو يعني الالم بيتحرك معانا واحنا بنقدر نشرحه بشكل كويس، او ان يعني الناس تبقى مقدرة ان واثقة ان احنا نقدر نفكر ونخطط وننفذ تخطيطنا بشكل كويس. طب في قطر تاني؟ بنتكلم من اكتوبر لغاية اسوان، مش كده كامل؟ تمام يا فندم، 850 كيلو. هذه قطر تاني. هل ده لما انا اروح الصعيد بعد ما يعني بعمله للميل يعني بعمله لاهلي واهلي اللي في مصر اللي نسبة كبيرة جدا منهم على الخط ده هيركبوه، بدل ما يبيت في القطر ولا كلام من هذا القبيل؟ طب انا القديم اغفلته؟ ما اغفلتوش، رفعت كفاءته وطورته وجبت له جديد، وبعمل خط كمان عشان اللي احنا بنعمله. احنا بنعمل دولة ان شاء الله جديدة يعني. فيبقى القطر ده ياخد كم ساعة؟ اربع ساعات ان شاء الله يا فندم. اسكندرية بالظبط يا فندم كده، من اكتوبر لاسوان اربع ساعات. اي فندم، مش كده؟ تمام يا فندم. طيب طب حد يقول لي يا فندم انت يعني، طب اه ده كامل، اه ده صح، اه ده كامل. حد يقول لي طب انت التكلفة المالية وانتوا بتعملوا ايه؟ يا جماعة ده احنا ما فيش اجراء مالي ده الا ما ده في لجنة عليا في مجلس الوزراء بتناقش كل قرض ممكن ناخده. يعني مفيش حاجه بتتعمل كده. ثم كمان في كل الكلام دوت في برلمان بيراقبها وبيشوف احنا بنعمل ايه، والكلام ده يساوي ايه في معدل او في معدلات النمو بتاعتنا والناتج المحلي بتاع الدوله. يعني ما نقدرش ان احنا نتجاوز. طب حاجه تانية، انا ما لاقيش الاقي فرصه كويسه ما استفدش منها. طب هقول لكم بقى، انا بتكلم على السكه الحديد لسه، بتكلم على السكه الحديد لسه. كان المشروع ولا ما اقولش الكلام ده كامل؟ كامل ولا ما اقولوش؟ لا مهم يا فندم. لا صحيح، لا والله مهم يا فندم عشان الناس تعرف. طيب المشروع بتاع السخنه الاسكندريه والعالمين، او اتقدمه من غير ما اقول اسماء لكن حول ارقام، رقم ب 19.5 مليار دولار ورقم ب 10 مليار دولار، صح كده يا كامل؟ تمام يا فندم. وجي قال لي الفريق كامل يا فندم احنا عندنا تحالفين هيعملوا المشروع بتاع السخنه العالم العاصمه اكتوبر العالمين واسكندريه، حد قال 19 وحد قال 10. ده كلام دي منقصات، مش كده يا كامل ولا ايه؟ تمام يا فندم. فبيقول لي، قلت له يا كامل لا طبعا مش هعمله، مش هعمله بالثمن ده، مش هعمله على الاطلاق. قلت له لا، الموضوع ده احنا ندفع فيه الرقم الفلاني، صح؟ صح يا كامل؟ تمام يا فندم. لا صحيح، واللي قلناه الرقم يا دكتور مصطفى، مش كده؟ الحمد لله.